10 سنين ديال لاكاريير الحمد لله. بدينا في 2000 وأول ألبوم اللي هو الفتوح. من بعد دزنا المطقيش بلادي، من بعد أغنية ديال السادات، من بعد داز اكسبيريونس أخرى اللي ولا الراب دخل الفلسفة، دخلت الموسيقى التقليدية، دخلت التراث، بيت الحنة، لقى إقبال الحمد لله. حنا اليوم عاوتاني في ستيل جديد ديال الغناء. آخر أغنية اللي خرجت ديال فناير مع سميرة سعيد كلش عارفها بوينر، بدات أحسن جائزة شمال إفريقيا. يا سلام. شوف هاد لا ترانزاكسيون اللي عشت فناير والتغييرات الجميل في هادشي كله هو أنه الفضل الكبير ترجع لجمهورنا اللي تبدل معنا بواحد الطريقة ومشى معنا في هاد الستيل كامل وما تبدلش علينا، ديما عاطينا اليد، ديما موعدنا وديما معنا. الفضل الكبير ترجع لجمهورنا، تنأكد عليه. اللي ما كننساوش وما تنخلوش الفرصة تدوز بلا ما نشكرهم بزاف بزاف كاع الفنايريين والفنايريات، الناس اللي اختاروا السمية ديالهم من السمية ديال الجروب من فناير، الناس اللي كيعشقونا وكيتبعونا واللي غاديين معنا خطوة بخطوة، بداو معنا من 2000 وباقيين معنا وما عمرهم ما بدلوا وجههم وديما باقيين معنا. يا سلام. كنس دابا من هذا النهار هذا كنقولكم حنا غادي نبقاو معاكم وعلى ودكم حنا خدامين ودائما غادي نكونوا فناير كيما ترجيتوا. وما نساوش كذلك بانه اليوم تيبان لينا بانه فناير مع لي فان ديالها بدلوا بزاف الحوايج في الموسيقى المغربيه وبدلوا بزاف الحوايج في الشاب المغربي، وهذا هو السبب اللي خلانا نوصلوا في هذا النهار هذا الاوورد. وان شاء الله مازال غادي يكونوا ان شاء الله فضل الله تعالى غادي نوصلوا بزاف ديال لي اوورد. قدرش نوصلوا الناس اللي يوصلوا من نتوما. انا نقول لك اخويا شرف، حنا جينا بواحد ستيل سبيسيال والحمد لله بهذاك ستيل سبيسيال لقينا جمهور سبيسيال اللي ذكي اللي لقى راسو في وسط الفرقه في وسط الفناير، يعني اللي تم اللي كنجيو تنهضروا عليهم الموسيقى اللي كتصاوب هما كيعيشوا معنا لحظه بلحظه وكيكونوا معنا لدرجه انهم ولاو وحدين منا، يعني فناير وهما الفنايريين والفنايريات. وان شاء الله حنا غادي نديروا الجهد ديالنا ان شاء الله باش عمرنا ما نخذلكم، وديما تسمعوا الجديد وديما تسمعوا الموسيقى الروحانيه الجذابه اللي تتبوش ان شاء الله الرحمن الرحيم. حاجيتكم وما جيتكم على 66 حار. اه شكون هما؟ شكون هما؟ طبعا علم هما الفنايريين والفنايريات. صح. تنهضر على جمهورنا اللي في لاباج ديالنا اوفيسيال ديال فيسبوك. اللي بغيت نقول لكم هو خاصكم تكونوا مجموعين كاملين ونكونوا يد في يد باش كل ميساج كيدوز بيناتنا ونكونوا اجور وتكونوا دقه امارش. كل شيء يدخل لاباج ديال فناير www.facebook.com/fnairmark. صح.